طبعا سابقا كان الانتاج وفير، الخيرات كانت كثيره. طبعا من 15 سنه الجو المناخي يعني بدا، احنا كنحالين وكل المزارعين حتى اشكالهم والوانهم بتاثروا بالمناخ، واكثر سنه ضررنا فيها اللي هي السنه هذه حاليا. يعني السنه هذه فقدنا كميه كبيره من العسل لانه الجو اللي اثر علينا لشهر 4، وهي الدنيا صقيع وشتاء وعصير، وانتم اولاد البلد وشفتوا كيف. طبعا سابقا كنا نجهز حالنا من 15/3 نبدا نحط مروز جديده ونحط شمع جديد، والنحال نحال يعني يعيد نفسه 20/4 نكون قاطفين. صراحة المهنة هذه احنا تورثناها أبا عن جد، وعملنا فيها مش بس للنواحي المادية، بأكثر من انه هي فعلا هواية ومحبة، وبنحس بإرث العائلة واحنا بنشتغل في هاي المهنة، وكيف انه احنا تورثناها وكيف انه اسمنا الحمد لله موجود. وهذا الاشي اللي دفعني ان انا اكمل دراستي وادرس واتخصص في الزراعة، وفي تحديدا المناحل، حتى بعد دراستي الأساسية اللي كانت في كلية التجارة.